أوضح يوسف نباش في تصريح خاص به جريدة أخبار الوطن أمس 22 جويلية 2022 قائلا: يبدو أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات أضحى السبيل المواتي لضبط السوق الوطني. فالسؤال المطروح وبشدة هو: لماذا تتردد الحكومة في كل مرة عن فتح المجال أمام الخواص لتحقيق ذلك، خصوصا في ظل حالة الركود الذي شهده السوق خلال السنوات الأخيرة؟ وأضاف نباش: هل هذا سيضر بالاقتصاد الوطني؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي نأمل من أن نتحصل من خلاله على جواب وجيه وصريح من الجهات الوصية، خصوصا وأنه سيمكن الفرد من تحقيق ذلك بأمواله الخاصة. وفي الختام شدد نباش على ضرورة تحرير السوق وفتح باب المبادرة التي من شأنها إعطاء دفع قوية لهذا المجال من جهة وللاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وفي الأخير، ما رأيك عزيزي المشاهد في الحل اللي أعطاه يوسف نباش؟ سلام.